بمناسبه رافينيا وحاجه اللي ليك هوبه تاني شايل لك نابولي انا. رافينيا امبارح انا شفته في المباراه، هو برده بدا بيها على الشمال، هو بدا بيها على الشمال هو قدم مباراه وحشه طبعا وجابه على اليمين في الشوط الثاني، بس لما تبدا بيها تشافي ليها على الشمال يعني وانت راجل بيلعب على اليمين وزي الفل ومكسر الدنيا. هيدي النظر ليه فين؟ لا ده انا اقوم لك بقى. يلا يلا بينا يلا بينا. ماشي تعالى نقول ان ده الانتر امبارح تمام، بس لا هنشيل شويه حاجات كده. ماشي الثلاثه هم ادي اهو 3-5-2 بس ماشي. كان كله طاير ماشي وسط الملعب 3 ماشي اوكي في واحد تمام. خامس على الشمال عندنا ايوه ورا 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 ايوه تمام حلو. طب نتكلم بقى على رافينيا امبارح لعب، بس تعالى تعالى من هنا بقى عشان نشوفك في الكاميرا. الكلاسيك بقى بتاع برشلونه الفتره اللي فاتت نفس المباراه، الشباب برضو اكيد اتفرجوا على ماتش مايوركا، هي نفس القصه باختلاف بس ان كيسيه كان بيلعب واختلاف 3 في وسط الملعب اهم بوسكيتس وجافي وبيدري خلاص. ديمبالي بدا بيه ناحيه اليمين عشان يلعب على الجبهه بتاعت انتر اليسرى وحط رافينيا شمال خلاص. معلش ناخد الراجل ده هنا ماشي، ده وادي الاربعه هم، محدش جه جنبهم بتاع برشلونه ما جيناش على حق حد، وادي ليفا اهو. لو الاربعه اللي ورا دول في معاناه يعني في الاسبوع، الاربعه في معاناه. كريستنسن اتصاب امبارح، كريستنسن اتصاب خلال الماتش اللي عمله امبارح تشافي انه كان عايز يستغل ان عنده اثنين من احسن دريبلرز في العالم وانتوا لسه متكلمين على رافينيا عشان يضغط على خط ظهر انتر، وعارف ان انتر عايز يكسب محتاج او الصعود عشان يكسب المباراه بالذات في جوزيبي مياتسا عشان يقدر يعدي. اللي عمله انه كان طول الوقت اللي بياخد المبادره رافينيا كان شمال، كان دايما ديمبالي بيخش لقدام بيخش لقدام إيه عمل ايه انزاجي عبقريه امبارح يعني استعاد كل حاجه يعني. واجمل حاجه اجمل حاجه في الكوره انك ترجع وتستعيد شخصيتك يا كريم في اهم ماتش. اربع خسارات في الدوري من اصل 8 مباريات، خسارات 3 خسارات بثلاثيه اخرهم طبعا 2-1 قدام روما، اداء سيء في كل المباريات. يرجع في ماتش برشلونه والماتش الاهم ويصالح جمهوره. اللي حصل انه ديمبالي الوحيد اللي كان بياخد المبادره، دايما دايما اصعب لعيب لو جايب وشه عليك صعب على اي مدافع بيقدر يعدي ياخدك بيمينه او شماله، لكن انت هنا الثلاثه بتوعك ديفراي في النص، باستوني اهو اللي هيقابل، وسكرينيار. سكرينيار كان ماسك ليفاندوفسكي. لما جه ديمبالي يعدي اكتر من مره انزاكي بذكاء كبير جدا افقد الافضليه بتاعه برشلونه في ان انت عندك واحد من احسن دريبلرز او اللي بيلعب فردي واحد على واحد في برشلونه. عمرها ما حصلت انتر امبارح بالانزاجي عمله، عمر ما خلى يبقى الموقف كده. كل ما كان بيطير دي ماركو ناحيه الشمال عشان يفتح الجناح قوي ويساعد في الكاونتر اتاك اللي انزاجي بيعمله، بيروح على باستوني بينزل مين من هنا؟ اخر لعيب ممكن تشافي يتوقعه وكلنا واحنا بنتفرج، بينزل مختريان اللي اصلا عمره ما لعب كلاعب وسط ملعب غير رقم 10 او كان بيلعب على الجناح زمان ايام يونايتد. فانت هنا كل مره كان ديمبيلي بيخش بيلاقي اثنين عليه. دايما الموقف. والناحيه الثانيه حكان كان بيجيب من جوه ال 18، كان بيستخلص من جوه، عفوا كان بيستخلص من جوه ال 18 يا كريم. بالظبط كان بيلم دايما بينزل تحت في البوكيت هنا، فانت دايما برضه رافينيا بقى عطل خالص هنا. الجبهه دي دارميان هو اساسه مدافع بامتياز. لو تاخد بالك لما تشافي في الاخر لقى نفسه انتر تقدم بالهدف ولقى نفسه انه الجناحين او دراعه اليمين والشمال اتعطلوا او تقطعوا بمعنى اصح، تقطعوا راح اعمل كده، راح جايب ديمبلي الناحيه الثانيه وراح جايب رافينيا هنا. رافينيا قعد قد ايه في الموضوع ده؟ قعد 5 دقائق. ان مفيش الحلول مش هتعرف تعمل حاجه، ما عرفتش تعمل حاجه على درميان، مش هتعرف تعمل حاجه على دي ماركو، لان كل مره هتيجي عليا واحد على واحد انا هنزل لك اثنين، صح مختريان هينزل تحت. احنا كان عندنا كمان عشان كده ليفاندوفسكي الكور اللي وصلت له امبارح كانت كور قليله جدا، وهو كان ذكي جدا انزاكي ان هو ما خلاش الكور توصل ل... هو مش الفكره بالنسبه له انه يقفل على ليفاندوفسكي، هو مش عايز الكوره توصل لليفاندوفسكي. المنظومه كمان بص لازم 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 هو عزل ليفاندوفسكي عزله بالظبط عزله خالص، وانا اسف يعني ليفاندوفسكي يعني مش محتاج اشاده او ان انا في النهايه اطلع اتكلم عليه، لكن امبارح مباراه عمر سكرينيار اخفى واحد من افضل المهاجمين في العالم، خفاه خالص حطه تحت باطه طوال 90 دقيقه. بس الفكره كمان في ايه؟ لازم ده يتبروز اللي عمله انزاجي امبارح، انه تمبلت او نموذج انا ممكن اعمل ايه امبارح. انا عندي ال11 اللي هيلعبوا الفرقه. انتر ما عندوش الدكه القويه دي، هو كان مقسم ال16 لعيب اللي هيلعبوا بالسيناريوهات. اول تغيير عمله تشافي كان بيطلع التغيير الاضطراري بتاع كريستنسن، استنى عليه وبعدين هنا كان عندي دايما كوريا انا بستخدمه هو ولوتارو ان هما دايما يسقطوا بدري ويساعدوا ان انا انقل الهجمه. وهنجيب انا معانا برضو لقطه الجون كنت عايز اشرح فيها حاجه لو الشباب جاهزين بيها. فدايما لو دايماً جاهزين يا جماعه باللقطه نعرضها برضو على لقطه الجون اتحرك برشلونه داخل دايما ادي الاثنين اهم
وادي ليفاندوسكي دايما قدام. كل ده طاير، الثلاثة طايرين، يمكن بوسكت بيسقط شوية. هي اللقطة معاك هي. الكرة هنا كان باريلا. باريلا معاه الكوره بس هنا اتقطعت عند ماركوس الونسو. بص كام واحد في الارتداد، دايما الانجليزي يقول لك اوت بلايد. انتر امبارح عمل اوت بلاي لبرشلونه، كان دايما تحس ان هم اوت نمبرد او ازيد، لان انتر كان واقعي في حاله الدفاع 5 3 2 وبيضم اثنين من لعيبه الوسط مختريان ومعاه شالهوجلو، وكمان في حاله الهجوم دايما انا ازيد لان هو عامل هاي بريشر فاتح قوي برشلونه. بص كام واحد كان طاير، بص ماركوس الونسو المفروض اللي هو الباك ليفت في الاربعه، في الاربعه 3 3 اتقطعت منه الكوره، ادي باريلا وكان معاه كوريا الناحيه الثانيه. بص هنا الاوت نمبر اللي بقول لك عليه كام واحد على كام واحد، 3 على 2 3 على 2 دايما في افضليه للانتر. هنا كوريا فتح له، اختار انه يعني خلاص انت 3 على 2 طبعا افضليه. الاثنين اللي راجعين سيرجيو روبرتو بص ضامن فين، ما بقاش يعني بقى لاعب دور المساك، والناحيه الثانيه اللي بيحاول يحلق ده ويحاول ينقذ الهجمه او يخلي كوريا يعني يغرين ويقع في الاوفسايد. ده كريستنسن. اختار باريلا حل يعني شويه غريب، لعب الكره لبره خالص. برضو بص كام واحد على برضو، ادي اربعه ادي خمسه من برشلونه واربعه من انتر. بص كام واحد في حاله الهجوم، وده تطلب من انزاجي انه عارف ان اللعيبه هتبذل جهد بدني مرعب، فبالتالي كان مقسم كل واحد هيلعب كام دقيقه. ناخد اللقطه دي بعدين هقول لك عملها ازاي. اللقطه اللي بعدها الكرة راحت حاول يلعبها، بص مين اللي طالع بقى من تحت، مختريان اللي كان بيغطي ورا هنا زي ما قلنا في الشرح، كان بيغطي هنا بيحاول يقفل على ديمبلي، وادي ليفاندوفسكي اهو مختريان طلع بقى هنا، طلع قدام خالص عشان يبقوا أربعة في حالة الهجوم. مختريان حاول يديها للوتارو اتقطعت. مين اللي جاي هنا، مين اللي جاي من عند، مين اللي جاي من كوريا؟ مش لوتارو، كان كوريا. لا كوريا اهو، كوريا هنا. لا كرية. لو تروا 10 اهو، لو تروا 10 اهو. لا كانت الباس كوريا راح وجي تاني فين. هنا الكره جت الكره جت تاني الاول حاول شوت، دي الكره بتاعت شانهوجلو جاي من ورا. انت استخدم اللعيب الوحيد اللي عنده الباور شوت او اللي بيشوت، شالها في اللقطه اللي بعدها. ادي اول هجمه او اول انذار، انا بثلاث نقلات هقدر اضرب كل اللي بتعمله. وانت بتعمل ده قدام واحد من مؤسسي التيكي تاكا في العالم، طبعا. واحد احد يعني العنصر الاساسي في جيل التيكي تاكا، انت بتفرض عليه اسلوبك الايطالي. الكره بتاعت الجون برضو شبه جدا اللي حصل ده. اللي حصل الكره في الاول خالص، يعني عشان بس اللقطه مش معانا، بس الكره كانت عند باستوني عايز يطلع ناحيه الشمال، نفس اللي احنا قلناه. ادي باستوني اهو اللعيب الثالث عايز يطلع من هنا. لعيبه برشلونه كلها ضغطه، بس خلينا نشرح هنا بعدين نروح على الشاشه. كل لعيبه برشلونه ضغطه فوق، كله ضاغط فوق، كله حتى السنتر باكين طالعين لفوق على خط واحد، على خط عرضي واحد، كل ده هيتضرب دلوقتي. خلاص كله ضاغط وفاتحين الملعب، حتى الونسو طاير اهو، الونسو دايما طاير فوق، كله ضاغط تحت. باستوني هو لما عمل هاي بريشر على انتر وعنده القدرات البدنيه انه يعمل كده، باستوني اتزنق لاول مره، مش عارف يبني الكوره من تحت. طب اعمل ايه عشان ابني الكوره من تحت؟ نزل له كوريا. انا هعمل لك الحل. كوريا نزل هنا في اللقطه قدامنا، ده كوريا راح باصص استلم هنا، اداله الكوره هنا، اداله باستوني لكوريا هنا، راح مطلع مين؟ دي ماركو. دي ماركو ناحيه الشمال. ناخد اللقطه اللي بعدها، بص كام لعيب هنا من انتر، معلش اللقطه اللي بعدها تاني، اللقطه اللي قبلها، انا اسف اللقطه اللي قبلها، ايوه كام لعيب. الامور تمام، اربعه اهو في النص، الخط الدفاع الاول من برشلونه، ادي خط الدفاع الثاني مع انتر، اثنين اهم بيرجعوا واثنين على اثنين، مفيش اي مشكله. راحت الكره لدي ماركو. اللقطه اللي بعدها، اللي بعدها اخد باله انه سيرجيو روبرتو هيقابل، فمش هيعرف يعمل فينت ولا حاجه. دي ماركو من هنا، من هنا بشكل عبقري راح للباك العكسي، عمل تغيير الملعب ناحيه اليمين خالص عند ارميان. بص بقى هنا معلش اللقطه اللي قبلها تانية يا شباب، نسبة عندها ثانيه. بص خط برشلونه واقف على خط واحد ازاي، خط دفاع، خط دفاع مظبوط، ماركوس الونسو وسيرجيو كله بيحاول يغطي في النص. اللقطه اللي بعدها هيعمل دي ماركو الحركه العظيمه دي وهيطلع ارميان. باريلا طالع. اللقطه اللي بعدها يا شباب راح درميان، كله بيطلب الكره هنا برضو. ثلاثة على أربعة لسه الأفضلية لبرشلونة، بس كله جايب وشه، دايما أصعب على المدافع طبعا. درميان هيلعب الكره، كل التعليم. بص كام واحد من برشلونة من 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 انتر عمل معدلات بدنيه قد ايه. هنا الاوت نمبر لبرشلونة لسه، بص كام واحد جاي من ورا. درميان هيلعب الكره الناحيه دي، كمل اللقطه اللي بعدها يا شباب، دي اخر واحده. خش آخر قبل آخر قبل سورة قبل الجون على طول. في لقطه بعد الجول. في لقطه بعد اهي،
باريلا فتح له للاسف مفيش صور تاني مفيش صور تاني. طب اللي حصل انه طلع درميان من ناحيه اليمين خالص اهو ودى الدنيا خالص عند لوتارو. الكره اتلعبت الاول كان انتر موقف 5 على 5 موقف 5 على 5 هنا وفي لقطه الهدف كانوا 7 على 7 اي تمهيد للي جاي من ورا كل لعيبه برشلونه هتلاقي اخر اثنين راجعين بيدري وجافي اول ما الكره رجعت انت سايب المساحه اللي قبل الهدف صح. كان سايب المساحه اللي على البوكيت دي على 18 جه عشان هوجلو واحد افضل الناس اللي بتشوط وكان كمان قايل له اونانا ان العب على تير شتيجن ناحيه شمال سجل هدف لانتر. فبالتالي انا كمان عندي حاجه بسيطه دي بقى مش محتاجه لقطات التغييرات تعال اجي لك من هنا قلنا الثلاثه بتوع انتر هم خدوا بالكم بس يا جوهري خدوا بالكم بس يا هوبا تمام انه آسر بيحب الانتر قوي لا ما انا جمعت عرفت ان هوبا حسيت عرفت ان هوبا يوفنتينو عشان كده احنا سايبينه يعني وانا مبسوط ان هو اي حد يكسب برشلونه فانا مبسوط انا الكلام ده على كيفك على فكره دايما اللي حصل كمان امبارح عبقريه يعني انزاجي بانه يستعيد ثقته في نفسه ويستعيد انت بتتكلم انه الاسابيع اللي فاتت الكلام على الهاشتاج انزاجي اوت والكلام ده كله النهارده بتكسب بصراحه بكل حاجه. تقسيم المباراه لسيناريوهات ولتوقيتات يا كريم عندي الثلاثه دول ودايما دول فاتحين الملعب درميان هيجهد دي ماركو هيجهد اول بدا بتغييرات برشلونه بس انزاجي كان مقسم انا هعمل ايه. التغيير الوحيد اللي كان اضطراري لما كوريا حصل التحام الشوط الاولاني حاول يتحمل على نفسه وطلع. بس انا بقول لك لو ما كانش كوريا اتصاب في الدقيقه 55 كان كده كده هيلعب ساعه واحده بس وهيطلع وهينزل مكانه تزاكو. انت اجري انت ولوتارو اعملوا لي كل المحطه اللي نقلوا بيها وقدروا يجيبوا منها الجول زي ما قلت لك هو اللي نزل استلم كوريا وسهل الدنيا على ديماركو عشان يعمل التغيير العكسي ده. وفي نفس الوقت كانت زيكو لازم ياخد شويه من الباره فهو مقسم التايمينج ده. انا بشوف انه تمبلت ونموذج زي ما كنت بتكلم بدون يعني انحياز لانزاجي الصراحه انه رد على كل حاجه. انت النهارده 16 لعيب ما عنديش نجوم على الدكه لكن في نفس الوقت التايمنج انا النهارده الدقيقه 55 نزلت هياخد ساعه لو كوريا ودوره يخلص ناحيه الشمال الدقيقه 73 انا مقسم هعمل ايه ثلاث تغييرات دول عملوا مجهود بدني رهيب في الارتداد ونتروح على الكره كلها مع برشلونه وانك تجبره ان عارف يا ياسر انا عملت ايه النهارده قول. تمام انا النهارده اول مره يقعدوا يزعقوا لي جوه نطلع فاصل بس انا من كتر ما انا مبسوط عملت عشان خاطرك حبيبي ما لا يتحمله البشر فانا مضطر اطلع فاصل يلا بينا ماشي عظمه يا ياسر والله عظمه مبروك للانتر عشان تبقى لسه مكملين مع حضراتكم بعد هذا الفاصل واصل ان شاء الله.